ونحن أضعفنا الاقتصاد الروسي. Putin's price hike is hitting America hard. أليفيرا نابيولينا، فتاة بوتين الحديدية وصاحبة نظرية النفط مقابل الروبل الروسي. نعم، لقد أعلنتها سفاحة الاقتصاد الروسي قائلة: فلتبتعدوا قبل أن نهدمها فوق رؤوسكم ونجردكم من قبعاتكم الطويلة لتعلنوا إفلاسكم. ضباع واشنطن ترد: سنقاتل حتى آخر نفس، وما بنيناه في 80 عاما لن يسقط بسهولة. أصحاب العيون الضيقة يتناولون الإندومي الساخنة. هيا لنضع حدا للدولار ولنجرد أمريكا من صيادها الذي أوجع اقتصاد العالم. كيف احتالت أمريكا على العالم وباعت له الهواء لتفرض أوراقها الخضراء على العالم؟ هي كانت خطة صدام حسين سابقا، وكانت هي السبب القوي الذي دفع أمريكا لاحتلال العراق. اليوم الصين وروسيا تنفضان الغبار من هذه الخطة لتعود إلى الواجهة مجددا. فهل ستنجح اليد الروسية إلى جانب اليد الصينية؟ وأضف عليها اليد السعودية في سحب سياط الدولار من الأيادي الأمريكية. عن مذبحة الدولار الأمريكي نتحدث، وللقصة بقية. الذهب مقابل قصاصة ورق. قد تظن أن الدولار قد تسيد العملة بسبب قوته، ولكنك مخطئ يا عزيزي. فالأمر في حقيقته لم يكن سوى عملية احتيال خبيثة من أبناء العم سام على العالم كله. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في يوليو عام 1944، عندما أيقن الحلفاء أن انتصارهم في الحرب، قامت الولايات المتحدة بالطرق على الحديد وهو ساخن، لكي تضمن وضع مقدرات العالم كله في قبضة يدها. في منتجع بغابات بريتن وودز بولاية نيو هامشير الأمريكية، انعقد مؤتمر النقد الدولي، أو فيما يعرف بمؤتمر بريتن وودز. حضره ممثلون ل 44 دولة هم الأقوى في العالم، أشهرهم الاتحاد السوفيتي والصين وبريطانيا وفرنسا وأمريكا بالطبع. اتفق المجتمعون على استبدال قاعدة الذهب بالدولار الأمريكي، أي اعتماد الدولار كعملة دولية. تقوم الدول بتسليم الذهب الذي لديها لأمريكا، وتأخذ بدلا منه قصاصات من ورق الدولار تساوي قيمته. وفي حال أرادت أي دولة استرداد الذهب الخاص بها، فإن أمريكا تلتزم برده لها، شريطة أن تدفع هذه الدولة قيمة الذهب من الدولار مرة أخرى. وتم تحديد سعر أونصة الذهب ب 35 دولارا. لا عجب أن توافق دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا على تلك الاتفاقات المهينة، فالدولتان كانتا في حالة انهيار اقتصادي بسبب الحرب العالمية، بالإضافة لديونهما الضخمة التي كانت لصالح أمريكا، المستفيد الوحيد من الحرب في ذلك الوقت، والتي استطاعت استغلالها أحسن استغلال. على أي حال، انتهى الاجتماع وتم الاتفاق، وصارت الأمور كما خطط لها الضبع الأمريكي. أرسلت دول عديدة كميات ضخمة من الذهب إلى واشنطن، وأخذت بدلا منها الدولار. ظن العالم أنه على أعقاب إصلاح اقتصادي يعوضه ما نزفه بسبب الحرب، بينما كان الجميع على موعد مع أكبر عملية احتيال دولية حدثت في التاريخ. العالم يقع في الفخ الأخضر. جاءت أواخر الستينيات ليذهب الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى واشنطن حاملا حقيبة ضخمة مملوءة بالدولارات، قائلا: أريد أن أسترد كمية من الذهب الخاص بفرنسا كما اتفقنا، وها هي قيمته من الدولارات. ماطلت الحكومة الأمريكية في تنفيذ طلب ديغول. مرت أشهر كثيرة ولم يظهر ذهب فرنسا. الشك يدخل في قلوب دول أوروبا ليطالبوا واشنطن بالذهب الخاص بهم كما وعدتهم. ولكن جاءت الصفعة القوية على وجه الجميع، ليظهر في عام 71 الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على شاشات التلفاز معلنا عدم قدرة واشنطن على الإيفاء بوعدها ورد الذهب الذي أخذته من الدول، وأنه ليس أمام الدول التي وثقت في وعود واشنطن إلا أن تعتمد على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية في اقتصادها دون ربطها بالذهب. ماذا تقول يا نيكسون؟ كيف حدث هذا؟ ليرد نيكسون: ما
معذرة يا أصدقاء، فقد اضطررنا إلى طبع كمية من الدولارات خارج غطاء الذهب من أجل الصرف على حرب فيتنام. وكأن لسان حال واشنطن يقول: لقد وثقتم في أمريكا وسلمتم لها ذقنكم، لذا كان عليكم أن تدفعوا الثمن، وإلى لقاء آخر في عملية احتيال أخرى، لتصبح هذه أكبر عملية احتيال في التاريخ. منذ ذلك الحين ودول العالم تتخبط والاقتصاد الأمريكي يعلو أكثر فأكثر، وأصبح الدولار سياط واشنطن تضرب به ظهر أي دولة تعاديها. ولن نذهب بعيدا، كإيران مثلا والتي أصبحت عملتها لا تساوي سعر الحبر الذي تم وضعه عليها. وغير إيران، الكثير ممن طالهم سياط الدولار الأمريكي المؤلم. فإذا أردت أن تبني اقتصادا قويا يجب أن تنال رضا أمريكا أولا، وإن قلت لا ستصحو على البلاطة كما يقولها المصريون. ولكن يبدو أن هناك دولة قالت لا. لا لا، ليست دولة بل دولتان، وفي وقتنا الحاضر. نعم، هما روسيا والصين، وإن أتت كلمة لا متأخرة فهي خير من أن لا تصل أبدا، ويكفي أنها أتت. فما الذي حدث؟ اغتيال الدولار. اشتعلت الحروب وسحبت واشنطن سياطها لتعاقب الفاعل. فمن هذا الذي تجرأ ليقف؟ بوتين يقول أنا هنا، ومن خلفه صديقه المقرب شي جين بينغ. فبعد غزو روسيا لأوكرانيا قامت أمريكا بتجيش المجتمع الدولي ضد بوتين، واستغلت أهمية الدولار في توقيع عقوباتها الاقتصادية على روسيا. ظنت واشنطن أن فرائس موسكو سترتعد، ولم تكن تعلم أن لكل فعل ردة فعل، كما تقولها قوانين الفيزياء المملة. العقوبات الأمريكية وحليفتها من الغرب تستبيح جسد روسيا الاقتصادي، ليسقط الروبل الروسي صريعا يلفظ أنفاسه الأخيرة. لتتدخل هنا جراحة الاقتصاد الروسي، ونقصد أليفيرا نابيولينا، والتي أنقذت اقتصاد روسيا سابقا من العقوبات الأمريكية عندما التهم بوتين جزيرة القرم الأوكرانية. أليفيرا نابيولينا: سنبيع النفط مقابل الروبل الروسي. نعم، وماذا بعد يا أليفيرا؟ أيضا سنغلق أكثر من 276 بنكا ومصرفا روسيا مشبوها بتعاملها الحر مع أمريكا وأوروبا بشكل مباشر، لنؤمن الظهر الروسي. وهذا ما حدث، ليعود الروبل الروسي بكامل صحته. وبعد أن تشاور الحلفاء لتنفيذ هاتريك يهز شباك الاقتصاد الأمريكي، أعلنت روسيا والصين تخليهما عن التعامل بالدولار، وأنهما ستعتمدان في معاملتهما التجارية على اليوان الصيني والروبل الروسي. وما أدرك ما التعاملات التجارية مع الصين؟ تنين عملاق خسره الأخضر الأمريكي. فمنذ اتفاق روسيا والصين تضاعف حجم التجارة بالروبل واليوان أكثر من 80 ضعفا عن معدله الطبيعي، والأمر ليس مرهقا للدب الروسي أو التنين الصيني. فمنذ عام 67 كانت البنوك المركزية الروسية والصينية تشتري الذهب بأسرع وتيرة وبكميات ضخمة، ليتكون عندها احتياطي عملاق من المعدن الأصفر. وهذا ما ساعد روسيا والصين في ذبح الورقة الخضراء وبسكين بارد. سقوط الذبيحة. يقول المثل: إذا سقطت الذبيحة كثرت سكاكين الجزارين. وهذا ما حدث مع الدولار بالضبط. فالدب الروسي وأصحاب العيون الضيقة كانوا فقط من دق أول مسمار في نعش هيمنة واشنطن. لا لا، لم يكونوا الأولين، بل هناك رجل آخر قد سبقهم. ففي حرب العراق وحصارها أوقف صدام حسين التعامل بالدولار واستخدم عملة اليورو كونها عملة الاتحاد الأوروبي، ولن تتجرأ أمريكا على المساس به. ليلحقه بعد ذلك جمع غفير ممن يريدون أن يتحرروا من صوت الدولار الأمريكي، وعلى رأسهم دول أوروبية، حيث انضمت كل من فرنسا والبرازيل والأرجنتين والهند والسعودية وإيران وأفغانستان وغيرهم الكثير إلى قافلة التحرر من عملة الدولار الأمريكي. ففي العام الجاري سعرت فرنسا والصين شحنة غاز إماراتية بلغ حجمها 65 ألف طن من الغاز الطبيعي باليوان الصيني، وأعلنت السعودية موافقتها على إتمام معاملاتها التجارية الدولية بعملات أخرى غير الدولار. وبدأت الهند
الهند في تسديد مستحقات روسيا من واردة النفط بالدرهم الإماراتي، وتعمل روسيا وإيران على إنشاء عملة مشفرة وربطها بالذهب لإتمام تعاملاتهم التجارية بها. واتفقت البرازيل والهند مع الصين على أن تتم المعاملات التجارية بينهم باليوان. ولا تستهن بالبرازيل يا عزيزي، فهي صاحبة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وكانت تبلغ قيمة معاملاتها التجارية مع الصين فقط أكثر من 150 مليار دولار أمريكي سنويا. ويبدو أن خسائر الأخضر الأمريكي في أمريكا اللاتينية لم تقف عند هذا الحد، فالبرازيل والأرجنتين تريدان إنشاء عملة مشتركة بينهما لإتمام معاملاتهما التجارية بعيدا عن الدولار. نذهب إلى آسيا، حيث في مؤتمر عقد في سنغافورة يناير الماضي أعلن العديد من مسؤولي دول جنوب شرق آسيا رغبتهم في التخلي عن الدولار الأمريكي في معاملاتهم التجارية، ولا بد من إيجاد عملة أخرى بديلة. وهنا يأتي السؤال الأكثر إلحاحا على عقول الاقتصاديين: ما الذي ينتظر الدولار؟ مستقبل أسود. ذهب بعض المحللين إلى القول بأن ما يحدث الآن لن يكون له تأثير في الوقت الحالي على الورقة الخضراء، فلا تزال النسبة الكبرى من دول العالم تعتمد على العملة الأمريكية في تعاملاتها التجارية، ولكن هذا ما يبدو ظاهريا فقط. فتمرد أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية وهما البرازيل والأرجنتين على الدولار يمثل ضربة مؤلمة لواشنطن من جارتيها القاريتين، ناهيك عن خروج ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين من عباءة الدولار، ودول جنوب شرق آسيا التي تنوي توجيه نفس الضربة للعملة الخضراء. والهند لن يتنامى حجم تجارتها الدولية يوما بعد يوم، وحتى الآن لم نتحدث بعد عن خروج أكبر اقتصاديات في دول الخليج كالسعودية وانضمامها إلى المعسكر الروسي الصيني، ولا أوروبا التي أعلنت فيها فرنسا العصيان واتفقت مع الصين على أمريكا. ولا تستغرب، فالمصالح بتتصالح كما يقولها المصريون. صحيح لا يزال الدولار هو العملة الرئيسية في تجارة العدد الأكبر من دول العالم، ولكن العملة الخضراء فقدت أقوى الاقتصادات التي كانت تعتمد عليها في سيطرتها، فالعدد الكبير هنا قد لا يساوي شيئا لأن واشنطن قد خسرت مركز ثقل، وأصبح سقوط الدولار ليس سوى مسألة وقت، خصوصا وأن عدد الدول التي تخرج من عباءة العملة الخضراء في ازدياد. وربما نقول كلنا قريبا بصوت واحد: وداعا أمريكا.